بعد اذنك حضرتك بس يعني ايه احنا في دايره ما مش لازم نخرج بره احنا بنفسر انت بتفسر نص بدي حقيقته البح حضرتك من اعترض حضرتك على تفسير يا فندم كل واحد بيقول اعترض يا ابراهيم بيه انت مراجع الحائزون لنصف راس المال الحاضر. حاضر يا فندم. انت حضرتك خلينا نتفق على انتوا بتحكموا مستشار رئيس الوزراء. حاضر يا فندم. انا ما ببصش لاثار القرار، انا ببص للادوات اللي تاتي للقرار، تاتي ولا ما تاتيش. وانا بعد اذن حضرتك. حاضر يا فندم. يا سيد بيه يعني بعد اذن حضرتك ارجو تقدير موقفنا كويس قوي. احنا لا جينا جنب شخصيه حضرتك العامه ولا خرجنا عن حدود وظيفتنا. بعد اذن حضرتك انا بشتغل على نصوص قانونيه وبشتغل على جمعيه عموميه و... لا مع حضرتك ما عملش ما كانش في داعي انك انت تقول لي يعني بعد اذن حضرتك ما تتكسش حضرتك ان احنا ما استفسرناش من بيت واحد في الاخر قبل ما نحكي. اوكي ماشي بس ارجو برضو ان يكون خلافنا في اطار ما نخرجش عنه بعد اذن حضرتك. حاضر يا فندم. لو تلاحظ حضرتك ان انا بحاول اريحكم تماما عشان نوصل لقرار، وان كان مرضي مش مرضي ما تعنيش بقدر ما يعني انه يكون قرار عادل يا فندم. معايا حضرتك؟ مفيش موقف شخصيه؟ سيد بيه مفيش موقف شخصيه بعد اذن حضرتك؟ انا اجتهدت وفسرت النص واحنا شغالين بيه على كده. انا استجابه لكلام حضرتك هنحتكم اليه وهنشوف رأيه، بس بعد إذن حضرتك أنا أذكرك مش عشان نخسر يبقى نخطأ في حق بعض. لا ما يعني أصلا أنا ما بشهرش بعد أنت حضرتك بتقول تشهير، أنا ما بشهرش بعد إذن حضرتك. مش حضرتك اللي سبيت اشتركوا فيها بالتالية. في عدد ثلاث بطاقات تصويت عدد أسهم 208,328 بنسبة 2.33% أصوات باطلة. ما حددوش هم موافقين ولا معارضين للقرار. عدد الأسهم اللي صوت لصالح قرار العزل يعني موافق على العزل 4,558,541 سهم بنسبة 50.93%. عدد الأسهم المعترضة على قرار العزل 4,182,899 بنسبة 46.74%. من الحضور يا فندم. من الحضور يا فندم. بس هتكلم حضرتك في القرار يعني. 50% من الأسهم. أوضح لحضرتك. العدد الأسهم ديت بعد استبعاد عدد أسهم حضرتك اللي هي نسبتها 27% تقريبا، مش كده برضو؟ أي مكان في نسبة الأرقام عندنا بالتفصيل ومعرفة مراقبة الحسابات. احنا جنبنا أسهم حضرتك تماما وبنشتغل فقط على ما بقي من أسهم الشركة اللي هو زي ما جميل بيه كان بيقول لحضرتك حوالي 73% من إجمالي أسهم الشركة. تمام يا فندم؟ يعني تقريبا هي دي الاسهم اللي احنا بنشتغل عليها. اذا جه 50% من عدد الاسهم ده العزل يبقى القرار صحيح للعزل. وقد كان 50.93% مراقب الحسابات معانا ولجنه الفرز ودي حساباتهم.